ألف مبروك لبطلات الكرة الطايرة، النهاردة توجنا ببطولة أفريقيا عن جدارة كاملة. الحقيقة سعدنا جدا بالاستوديو التحليلي وبالشغل الهايل للصديق العزيز الكابتن هيثم السعيد. والحقيقة هيثم عشان تبقوا في الصورة للأجيال الجديدة، كل كلمة حب في حق النادي الأهلي بينطق بيها هيثم تشعرك فعلا بالفخر كأهلاوي. هيثم مش بس كان لاعب كرة سلة رائع جدا في نادي الزمالك، لا ده وصل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، انتخب عضوا بمجلس إدارة نادي الزمالك عن الشباب، لكنه في لحظة أدرك قيمة الأهلي وعرف مكانة الأهلي، ولما لعب في النادي الأهلي وانتمى للنادي الأهلي بتسمعه منه كل كلام حلو وكل نقول هنا مشاعر طيبة عن النادي الأهلي. لأن في ناس بتقول لك لا، طب ما أنتوا بتقولوا زملكا وزمالك. الراجل ده ضحى بعضويه مجلس اداره نادي الزمالك عشان ياتي الى الاهلي يلعب. عاد لاعبا في صفوف النادي الاهلي لانه ما كان يستطيع ان يلعب في النادي الاهلي الا اذا كان اعتزل ومضى على اعتزاله فتره. بالظبط. فهو كان حريص انه يجي، وانا دي كواليس كانت بقى يعني كانت كواليس انا اعلمها. فكان حريص انه يجي هنا، والده كان دايما يقول له يا هيثم مكانك في الاهلي. فالنهارده الراجل ده لا نرى منه الا كل خير للنادي الاهلي. ما شاء الله عليه، متالق بملوك السلطان. لا مره قال لك ده يعني، شوف بقى الذين يدعون الاهلاويه ها وهم يكرهون الاهلي، يقول لك ايه؟ يعني ايه مبادئ وقيم الاهلي؟ ده كل كلمه يقول لك ايه؟ بمبادئ وقيم وقيم. اللي هو لمسها وشافها وعاشها. اذا هو يدعو، واحنا لو كان البهوات ها الذين يريدون المزايده على الاهلي ها راعوا ضميرهم وكبروا الاهلي معاهم مش يكبروا افراد ها كنا حطيناهم في عينينا. اذا هذا الفوز المستحق لبنات الطايره ببطوله افريقيا وسط هذا الجو الرائع. النهارده في صاله الامير عبد الله الفيصل حضور جماهيري رائع جدا. شايفين المسانده والدعم هنقف عندها كتير، لانه النموذج اللي تم تقديمه النهارده من جمهور الاهلي لا بيفتح الباب الواسع لفكره هو ده جمهور الاهلي، هو ده اللي عايزينه من جمهور الاهلي، هو ده المطلوب من جمهور الاهلي، هو ده دوره بالظبط، هو ده عظمته واللي احنا ساعتها كلنا نعمل في خدمته. شوفوا كابتن الخطيب في البيان اللي كان القاه الاسبوع الماضي وهو بيشجب بعض السلوكيات الخارجه والمسيئه اللي حدثت، ركز قوي على النموذج الايجابي من جماهير الاهلي. جمهور الاهلي اللي عايزينه هو هذا الجمهور اللي على درجه واعيه جدا بالحفاظ على سلوكه، على مظهره، على هتافه، على حماسه، على دعمه لفرقته، على احترامه للمنافس. بصوا هذه القوة الهادرة في المدرجات ليها التأثير الكبير جدا. لو سألتوا أي لاعبة في النادي الأهلي من اللي فازوا بكل مباريات البطولة لا هتلاقوا الدور الكبير جدا لهذا الجمهور. يا عزيزي إبراهيم اتفضل يا باشمهندس. دي بناء على توصيه احد الاصدقاء بيحبوكوا قوي بتقول يا عزيزي إبراهيم واحنا وهو عزيزي. يا عزيزي إبراهيم لازم تعرف ان الاهلي لعب افضل مبارياته اليوم. انا اتفرجت عليه في نصف النهائي لم يكن على هذا القدر من التالق والتوهج في كل مهارات اللعبه. كل لاعباته نجمات، ما كانش فيه تخليص بهذه القوه، ما كانش فيه حق صد بهذا الاتقان، ما كانش فيه استقبال بهذا يعني هذه السلاسه. الحقيقه وقد يكون للحضور الجماهيري وحضور مجلس الإدارة بالكامل والشعور بأن في لحظة تتويج قادمة، مؤكد مؤكد هي أفضل مباريات الأهلي قاطبة. شوف الصد، شوف الدفاع، شوف العظمة، وشوف التخليص. بص الدفاع، بص الدفاع، قول لي بقى ده مستوى علامة ولا مش مستوى علامة. شوف لازم ينتهي لصالح الأهلي. عايز أقول لك أنه بجانب تتويج الأهلي باللقب عن جدارة كاملة، فريد العسقلاني أفضل إرسال، مريم مصطفى أفضل ليبرو، آية الشامي أحسن لعيبة في البطولة، أمينة محمود لعيبة قرطاج، أمينة منصور أفضل صانعة ألعاب، وتريزا لعيبة الأنابيب أفضل بلوك. وعايز أقول حاجة برضه، مين أحسن صانع ألعاب؟ أحسن صانعة ألعاب أمينة منصور لعيبة قرطاج. قرطاج بمناسبة قرطاج يا جماعة، اللاعبة التونسية وفاء غرساني كانت وقعت اثناء المباراه على ظهرها واصيبت في العمود الفقري، والكابتن الخطيب حرص انه ينزل من المدرج عشان يطمئن عليها، ويروح بعض الاطباء وبعض المسؤولين من النادي الاهلي نقلوها لمستشفى المعلمين.
تم اجراء الاتصالات بالاستاذ الدكتور يسر الهواري. فاكرين الدكتور يسر الهواري اللي كان تابع حاله الكابتن الخطيب قبل كده؟ الراجل حضر للمستشفى خصيصا عشان يطمئن على اللعيبه بناء على طلب الكابتن بناء على اتصال الكابتن الخطيب بيه، واطمئن على وفاء غرساني. بعد كل هذه الاجراءات تم اجراء اشعه بالرنين المغناطيسي عليها، واطمئن الوفد التونسي على اللعيبه وقدم لهم قدموا الشكر للنادي الاهلي. يمكن دي لحظه سقوط وفاء غرساني واصابتها، اطمئن مسؤول الاهلي عليها، والبعثه التونسيه وجهت الشكر الجزيل للنادي الاهلي على هذا الاهتمام. الحقيقه يمكن من لطف ربنا الحمد لله انه مستشفى المعلمين ملاصقه للنادي الاهلي في الجزيره، فكانت العمليه فيها اسعاف اولي سريع شويه. الف سلامه ليها. الحقيقه انا ليه بسالك مين افضل صانع العاب؟ اصلا انا بحب الكره الطايره وانا تابعت الماتشات، لاني انا كنت شايف ان عندنا صانعه الالعاب بتاعه النادي الاهلي اعتقد اسمها شروق، كنت شايف انها ليها دور مهم جدا مع الفريق، لكن اعتقد انها كانت ضحيه الفوز بالعديد من الالقاب. قال لك هو كل هياخده الاهلي بقى، فيعني الاشاده من جانبنا برضو لما حد يتالق مستحق مستحق. يا ريت شوارب بس سمعنا صوت الجمهور، لانه دي ليله الجمهور الجميل. لو انا يعني بلعب او بدير او بنتمي للنادي الاهلي وبسمع هذا الكلام الملتزم الذي يصب فقط في صالح وحب الاهلي فرقتي ودعم الاهلي، ايه شعوري؟ بشعر بالفخر، بشعر بالرغبه ان انا ما اخذلش هذا الجمهور. حتى حماسي له نتيجه في الملعب. طبعا كسبت الفريق اللي انا بحبه، مش هشتت فرقتي وادخلهم في حاجات تانية. هو ده جمهور الاهلي الذي نبغي ان نقف وراءه ويقف وراءنا. شوفوا يعني لما يكون الجمهور عنده هو احنا عندنا هذه الحالة. كلمات الكابتن اللي هو بيشيد بالجمهور ويطلب منه ايه؟ لا اشاد بيهم كتير الحقيقة، يمكن ما تنتجتش لسه، لكنه هو ده النموذج اللي الكابتن الخطيب اتكلم عليه، واللي الكابتن الخطيب حس بيه طول مشواره وحياته كلاعب. لما قال لهم انا علاقتي بجمهور الاهلي 50 سنة، لانه ما اعتقدش ان في نجم عشرة عمر عشق الجماهير وعشقته الجماهير اكتر من محمود الخطيب، لكن جواه صوره ذهنيه لكينونه جمهور الاهلي، صوره جمهور الاهلي عامله ازاي، دعم جمهور الاهلي، دور جمهور الاهلي. دي مسائل في عمق ذهن كل نجم. طب ما احنا ناخد بقى افضل لاعب في البطوله جمهور الاهلي. صحيح. خد بالك حاجه، انت فاكر قبل البطوله ما تبدا كان الجمهور بيشتكي ان التذاكر خلصت المخصصه للجمهور والاقبال شديد. وقت ما قعدنا نكلم العميد محمد مرجان قال لك الضغط كبير، وده كويس. بس انا عايز اقول حاجه، الشباب دول بيحبوا الاهلي قولا واحدا، بيحبوا الاهلي جدا. شعورك ايه دلوقتي وانت بتمارس دور تكسب اللي بتحبه؟ مش تغرمه وتحرجه وتخلي صورته وحشه وتغرمه فلوس. شوف الفرق بين الاثنين، بين ان انت تحرج حد بتحبه وتكسفه وتخليه على ألسنة اللي يسوى واللي يسوى برضه، ولا ان انت تكون داعم قوي جدا لفرقتك في الملعب وتساهم في الفوز بالبطولة، لدرجة انه المهندس عدلي ما بيبالغش لما يقول لا جمهور الاهلي احسن لاعب في البطولة، لانه تأثيره في الملعب بالذات بيبقى كبير جدا بالنسبة حتى لألعاب الصلاة. فأتمنى زي ما احنا وحتى الإعلام بتاعنا زي ما احنا بننبذ الصور السلبية، وزي ما احنا بنقص شديد وقسوة مستحقة على سلوكيات الشغب وغيرها، لا النموذج الإيجابي المضيء لازم ان الناس تقف عنده تشجعه تشكره وتاخد بإيده. هو ده الدعم الإيجابي لحالة جمهور يا باشمهندس سريعا ما قدم النموذج البديل. بص هو ده الجمهور اللي عايزينه واللي عايزنا واللي هنفضل واقفين في ظهره وندافع عنه طول ما هو بيدافع عن الاهلي ودرعه وسيفه بهذا الاسلوب الراقي المحترم المجرد. هو ده افضل جمهور في الكون بقى، اللي خد افضل جمهور في افريقيا اكتر من مره لهذا الاسلوب. بالظبط. فباذن الله يستعيدها في الفترات القادمه ليصبح
الجمهور الذي يصل بأهله إلى منصة التتويج العالمية بإذن الله. زي ما قلنا لوم كتير على الناس اللي خرجت عن القانون، لازم نشكر كل فرد من الوشوش اللي انتوا شايفينها قدامكم، الجمهور اللي حضر كل مباريات البطولة، الجمهور اللي شرف الأهلي قدام منافسينه الأفارقة، يستحقوا كل فرد منهم مننا كل الشكر والتحية. كاس حلوة جميلة. صحيح. ده ما يعني شوف الدعابات بقى، يعني البطلات وهم بيحيوا الجماهير باسلوبهم. يعني دي ايام الاهلي. الاهلي بطل الكره الطايره للرجال في الدوري. بطل الدوري الرجاله. البنات بطلات افريقيا. الرجاله بيستعدوا للبطوله الافريقيه ان شاء الله هذا الشهر، يدخلوا فيها بكل قوه باذن الله ويلاقوا نفس الدعم. هذا الجمهور احنا في انتظاره. والبنات كانوا واخدين البطوله العربيه من شهرين ثلاثه. اذا هو ده حصاد التفوق، وهو ده الدور الكبير اللي النادي الاهلي بيلعبه في خدمه مجتمعه. وبمناسبه